حفصة أمي حفصة. ابنتي عودي إلى وعيك يا حفصة. حفصة حفصة عودي إلى وعيك يا حفصة. ابنتي من فعل بك هذا؟ هذا من عمل تيتان المأفون عديم الأصل، سوف يرى، سأعاقبه هو وكلابه الأوغاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا شيخي، أهلا بك. أهلا يا شيخي، هل يوجد شيء نفعله لحفصة يا شيخي؟ عندما يظهر الله عنايته تكثر الحلول بني. هل ستتحسن حفصة؟ هل ستتحسن؟ أرجوك اجعلها تتحسن يا شيخي، أرجوك أريح قلبي يا شيخي. بمسي يا ولدي، أعرف أن قلبك مشتعل، لكن اهدأ قليلا بني، سوف تعود لنا معافاة بإذن الله. نحن سنفعل ما بوسعنا يا ولدي، والباقي تقدير الله. أخرج الآن لنجد العلاج لحفصة. سوف أخرج، سوف أخرج يا شيخي، اعتني بها أرجوك. حفصة سأخرج، سأخرج. أمي، ماذا إن حدث شيء لحفصة أو لصغيري يا أمي؟ اهدأ قليلا يا ولدي، لن يحدث لهما شيء، ستتحسن بإذن الله بني. أم هيمة، كيف حال حفصة؟ ابن العربي إلى جانبها، نحن ننتظر، ستشفى إن شاء الله، ستشفى إن شاء الله. إن شاء الله. أنت جلبت كل هذه الهموم لنا، لو سمعت كلامي لما كنا في هذا الوضع السيء الآن. لا تبدأ بأمسي، ليس وقته هذا الآن. ومتى سيحين الوقت تورغوت؟ متى سيحين الوقت؟ عندما تموت حفصة وابني. هل عندما يموتان؟ قلت لك هذا ليس وقت الخلاف بامسي. بامسي 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 اهدأ، عودا إلى وعيكما، يكفي. لا تفعل هذا رجاء، إن الوقت الآن ليس وقت عتاب، هناك مسألة مهمة يجب أن نتكلم بها. ما هي يا ابنتي؟ سمعت الذين اختطفونا وهم يتحدثون فيما بينهم، لقد علموا أن أريس ذهب إلى قونيا ونحن لم نكن نعلم، وبما أنهم علموا هذا إذن فبيننا خائن. تكلموا إذن، من يعلم هذه المعلومة غيركم؟ من هو الخائن؟ أتأذنين لي أم هيمة؟ الإذن لك. سيد تورغوت، سيد بامسي، السيد أرتوك يريدكما. خيرا. أنا لا أعرف لماذا قال إن الأمر مهم وأن تأتيا بسرعة. حسنا. أمي، أمي، لو كان السيد أرتوك وجد الخائن لما استدعانا. أمي، أنا سأذهب، لكن عقلي سيبقى هنا.
حفصة بأمانتك. لا تقلق أبدا بني، سأكون هنا. اذهب وعد بأمان إن شاء الله. عن إذنك يا أمي، عن إذنك.